رحنا للكفيلين شاطر الرياضية على مستوى ولاية العامة والذي سيدوم طيلة العطلة الشتوية. نرحب بجميع الحضور، شكرا لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد رئيس مجلس الشعب الولائي، سيد الملك المحلي وسط الجمهورية، سيد مدير الشباب والرياضة، سيد رئيس البلدية، رئيس الدائرة، كل إطارات الشباب والرياضة، كل إخواننا الرياضيين، أسرة الإعلام، نحن سعداء بتواجدنا اليوم في هذه الدورة الكروية في هذه العطلة الشتوية لمشاركة أبنائنا هذا النشاط الرياضي طبعا، واللي هو طبعا يحمل شعار لا للمخدرات لا كل محاربة الآفات الاجتماعية. هذه الدورة التي تحمل اسم رياضي فقدناه في الأيام فارطة فقط، وهو خالد مفتاح ابن هذه الولاية، هذا الرياضي الذي مارس الرياضة في هذه البلدية بلدية المشرية، والذي هو معروف في الأوساط الرياضية سواء داخل الولاية أو خارجها، معروف بالطيبة تاعو، معروف بالأخلاق تاعو الحسنة، سيرته هو مربي، هو طبعا ناشط بشوش، هذا فتكاته البنية على أثر الحادث المرور اللي وقع مؤخرا في فريق بلدية طبعا البيض، رفقة زميله زكريا اليوم ندعو له بالرحمة، ربي يرحمه ان شاء الله وينسى عليه هو وكل الزميل تاعو والصبر والسلوان للعائله تاعو. طبعا هذا كان قدوه في هذه البلديه وفي هذه المنطقه. نتمنى اليوم ونحن اليوم نعيش هذا النشاط الرياضي لابنائنا وبناتنا الرياضيين مختلف الانشطه، انهم اول شيء الرياضه هي اخلاق، الرياضه هي التربيه، الرياضه هي محاربه العنف، محاربة كل الآفات الاجتماعية. إن شاء الله أبنائنا ذو يتربعوا الأشياء الجميلة، إن شاء الله هذه العطلة يستمتعوا بها، إن شاء الله هذه العطلة راح تزيد إضافة حتى في المستوى الدراسي. مرة أخرى نحيي كل الساهرين على هذا النشاط سواء من الجمعيات، من الرياضيين، مدير الشباب والرياضة، سادة المنتخبين، كل المسؤولين المحليين، ونعلن الافتتاح الرسمي لهذه الدورة ونتمنى التوفيق إن شاء الله.